من أسبوع تقريبا عملنا حلقة على تصنيفات الأفلام وأخذنا التصنيفات وحدة وحدة وشرحنا عنهم وقلنا أنه هذا التصنيف مناسب للأطفال، هذا التصنيف ما مناسب للأطفال، هذا التصنيف هو ناقص 18، هذا التصنيف هو زائد 18 وهكذا. وحكينا كمان بآخر الحلقة هيك بشكل مختصر أنه لا تتفرجوا على أي فيلم من دون ما تعرفوا إيش هو تصنيفه، هل هو مناسب للأطفال، مناسب لكم أنتم كأشخاص حتى كبار ممكن، هل فيه مشاهد مثلا فاضحة، فيه مشاهد مثلا عنف، كلمات بذيئة وهكذا. لازم قبل ما تختاروا اي فيلم تطلعوا على التصنيف لحتى تعرفوا تختاروا وتتفرجوا عليه او لا. فبحلقة اليوم بدنا نشرح عن هذا الموضوع بشكل اكبر من هيك ونعطي حلول لهي القصة. اليوم على الاسف الشديد الحل انا ما راح احسن اعطيكم اياه، في حدا تاني عامل فيديو مشترك مع واحد هو راح يعطيكم الحل بشكل افضل مني. اتأكدوا انه هو انسان فهمان شوي، جدي هو ايه بس انه بيفهم الشيء اللي عم بحكي فيه، فيعني تشوفوا تفهموا ايش عم بحكي وراح تاخذوا الحل الامثل والحل الجذري لهذا الموضوع. خلص انا رايح اكمل نومي لوقت الافطار وانتم تفرجوا على الفيلم او تفرجوا على الفيديو او ما بعرف ايش بكم. خلص انا اليوم هون لحتى احل لكم هاي المشكله بشكل نهائي وبشكل جذري. طيب نحن حاليا في عنا مشكلة اللي هي ما نعرفانين شلون نقيم الفيلم او نقيم المسلسل، ما نعرفانين اذا يحوي على مشاهد فاضحة او لا يحوي على مشاهد فاضحة، واذا يحوي على مشاهد فاضحة شد النسبة تبعها، هل هي نسبة قليلة تكاد ان تكون معدومة بس لسه فيه مشهد او مشهدين، ولا هي نسبة متوسطة لانه فيها مشاهد كتير ولانه فيها مشاهد كتير قليلة شي بالنص يعني، ولا هي نسبة مرتفعة لدرجة يكاد ان يكون الفيلم مثلا هو انه فيلم ملي بالي بالكون. فنحن حاليا عنا هي المشكلة بدنا نحلها، وان شاء الله بس تطلعوا من هاي الحلقة رح تشوفوا الحل. في شغلتين اساسيات لازم تعملوهم قبل ما تشوفوا اي مسلسل او قبل ما تشوفوا اي فيلم، بهاي الحلقة رح اقول لكم اياها. اول ما تتفرج على اي فيلم لازم تدخل على موقع Kids in Mind وتبحث عن هذا الفيلم فيه. هذا الموقع انا شخصيا بستعمله كتير وفعلا بشوفه مفيد ومن احسن المواقع يلي بتعطيك فعلا تقييم صحيح للشغلات الموجودة بهذا الفيلم. فعليا الموقع هذا بيقيم لك كل من مشاهد الجنس والعري، وبيقيم لك مشاهد العنف، بيقيم لك مشاهد اللي فيها الفاظ بذيئة. فنحن اليوم بدنا نحاول نحل هالثلاث مشاكل اللي هن مشاهد العنف، مشاهد اللي فيها كلمات بذيئة، ومشاهد اللي هي زائد 18. وهذا الموقع فعليا بيحاول او مو بيحاول، هو بيحلل لك هالثلاث شغلات كل وحده لحال، يعني بيقيم لك العنف لحال، بيقيم لك الكلام البذيء لحال، وبيقيم لك مشاهد 18 لحال. مثل ما حكينا من 1 للـ10 ببلش من 1 انه هي فيه مثلا كثير قليل المشاهد، لا يوصل للـ10 اللي هو الـ10 بقى انه هو شيء فظيع كثير ومدري ايش. فهذا الموقع بالنسبه لي من احسن المواقع. فاول ما ندخل على هذا الموقع ونحط بالبحث اسم الفيلم اللي بدنا نشوفه، فعلى سبيل المثال هو فيلم مثلا نون ستوب، بيطلع لك ثلاث شغلات او ثلاث خانات. اول وحده هي فعليا مشاهد الزائد 18، ثاني وحده هي مشاهد العنف، ثالث وحده هي مشاهد الكلمات البذيئه. بيحط لك كل وحده تقييم، ببلش لك من 1 اللي هو اللون الاخضر وانت رايح للون الاحمر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الواحد فعليا هو بيحوي على مشاهد قليله مثلا تكاد ان تكون معدومه بس انه لسه موجوده مثل ما حكينا، وانت طالع بيزيد معك الموضوع. يعني مثلا هي 1 مثل ما قلنا كثير قليله، 2 بتبلش بتزيد، 3 بتزيد، 4 بتزيد، 5 بتزيد، لحتى توصل ل 10 هو بقى التوب. يعني انت مثلا على سبيل المثال عم تقيم مشاهد الشتم او الكلمات البذيئه، اذا حتطلع 10 فهو معناتها الفيلم كله كلمات بذيئه، يعني بحكي كلمه بسب له مسبه، بحكي كلمه بسب مسبه. ففعليا هذا الموقع جدا قوي من هي النقطه انه بيعطيك التقييم مثل عادي للشغلات اللي فعلا نحن بنواجه مشاكل فيهم. انا شخصيا بستعمل هذا الموقع وبنصحكم انكم تستعملوه. طيب لنفترض هلا اجى واحد وقال لي انا بدي اتفرج على فيلم نون ستوب على سبيل المثال، وحطيته بهذا الموقع وعطاني انه فيه مشاهد فاضحه وفيه مثلا شتم وفيه كمان عنف، ايش اعمل؟ بدي حل، انا بدي اتفرج على هذا الفيلم بس فيه مشاهد فكرته حلوه بس فيه مشاهد، انا شلون ممكن اتفرج عليه؟ فعليا في حل لهي القصه، هو انك انت تروح للمواقع اللي بتعرض الافلام مقصوص منها المشاهد الزائد 18، مشاهد العنف وهالقصص هي. في مواقع مختصة ان هي تاخذ كل الافلام او مو الكل حتى اغلبهم، تاخذ اغلب الافلام بتقصص منهم المشاهد الفاضحة، مشاهد زائد 18 والعنف والشتم وهالقصص هي، وبتعطيك الفيلم جاهز انك انت تتفرج عليه من دون هاي المشاهد، تتفرج عليه مع عائلتك، تتفرج عليه مع اولادك هاللي هو. ففي كثير مواقع بتعمل هذا الموضوع، اشهر موقع وانا بستخدمه كثير هو موقع Family Movies.
بيعرض لك كل الافلام او اغلب الافلام مثل ما حكينا، وهي مقصوص منها المشاهد، انا هذا اللي بستخدمه. فرجاء اي حدا بده يتفرج على فيلم، اولا انا ببري زمتي من اي فيلم او اي مسلسل فيه مشاهد فاضحة، لأنه أنا عم بعمل هالحلقة وقبل وسبق قبل مرة كمان عامل حلقة عن هذا الموضوع، أنه ممكن أنتوا تفرجوا على الأفلام من مواقع ما فيها هيك شغلات، يعني بتقصص منها هيك شغلات. فأنا ببرر زمتي أول شيء من هالنقطة، وأتمنى صراحة مو مشاني بس مشانكم كمان، أنه بس تتفرجوا على أي فيلم أو كذا، روح على هدول المواقع تنزلوا منها أول شيء الفيلم من هاي الموقع مثلا Family Movies، وبعدين حط الفيلم على التقييم، مواقع التقييم اللي قلت لكم إياها هلا، شوفوا الفيلم، شوفوا تقييمه، هل هو مناسب لكم ولا مو مناسب، بعدين تفرجوا عليه. فهي نصيحتي لكم صراحة. الحلقة كانت شوي جدية بس جدا 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 مهمة، وأتمنى أنه تنتشر، لأنه فعلا يعني مهمة، يعني واحد في كتير ناس ما بتفرج على أفلام بسبب هالمواضيع إنه في مشاهد وكذا، فأتوقع إنه هذا حل لهي القصة. فبس هذا هو كان، هي كانت حلقة اليوم. رمضان كريم أولا، ثانيا شو أنا على فكرة وجعني راسي عم بصور قبل الأذان بشوي، نشف ريقي يعني نشروا المقطع، نشف ريقي يا زلمة. فالمهم هذا كان كل شيء عند الفيديو اليوم، بشوفكم بكرة، سلام.